فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وإذا أعجبك الفيديو اضغط لايك. ضربات غاسيات ما تتعاون ودائما مشغولة بالجوال. قلت لهم كل واحدة، قلت لهم أنتوا دمرتوا حياتي لأني أنا كنت مأجلة أشياء واجد بسبب بس هذا الموعد. كنت يعني متأملة خير فيها، بس والله الحين تحطم. في بعضهم يتحرش ويعمل حالة ما يدري ويلمس رجلك، يلمس يدك. احنا متزوجين او ونخاف انه يصير بيننا طلاق او حاجة وكذا. معانا يعني الواحد ما يحس بها الا لما يكون في نفس الموقع. مساكم الله بالخير، اليوم سنتحدث عن مدارس القيادة للنساء. معي مجموعة من البنات اللي مروا بتجارب ليست جيدة في هذا الموضوع، ريما سلمان وريم المنيع وأماني ماجد وبدور صالح، وأرحب بمستمعي إذاعة الرياض وإذاعة جدة. مساء الخير يا بنات. مساء الله. الشباب مسوين لنا تقرير في الحلقة، خلونا نشوف التقرير يا شباب. أول ما طلع قرار إنه المرأة السعودية بتقود السيارة ما تتخيلش كثر أنا بكيت. استبشرت النساء السعوديات بقرار السماح بإصدار رخص قيادة السيارة، لكنها كانت بداية لمعاناة الكثير مع إجراءات مدارس التدريب النسائية. سجلت يعني وتميت تقريبا 7 شهور ما أجا موعدي. وصاروا يدربون في سوق سودا، حيث أنه وصل قيمة الساعة للتدريب 150 ريال. اللي كانت تدرب بنتي ليلى كانت تتأفف من الوظيفة اللي هي ماسكتها. أنا معي ماجستير وحطوني أدرب، يعني ما أدري من اللي غاصبها بالشيء هذا. ما في رقم، ما في رقم واضح، ما في جوال، ما في يعني خدمة عملاء أنه أشوف أنا إيش صار علي. يعني أنا دافعة مبلغ، فيه مرمطة كثير. يعني مقدمة أنا لي أو 6 شهور، وحتى أنه في واحدة قالت يمكن تقعدين سنة على ما يدقون عليك. الحين أتفق مع سواويق عشان أروح وأجي، يعني أنا كنت مبسوطة أنه رخصة بتنحل المشكلة بسرعة، بقدم وبتدرب وكذا وأصير أنا أروح لدوامي وأرجع. لقيت هذا لا كان حلم بالنسبة لي، الواقع شيء ثاني. يعني بعد ما كنا نقول جاء الفرج وما راح نحتاج إن شاء الله لهالسواويق اللي كانوا مشكلة البلد، يعني رجعنا للسواويق ورجعنا كأننا ما سوينا ولا شيء. الكثير منهن قررن الذهاب إلى البحرين هربا من طول انتظار المواعيد، وكشف الكثير منهن عن متاعب لم تكن في الحسبان. لازم تتجهزين من بدري، من الساعة 5:30 بعض البنات حتى يصلون الفجر في الجو عند الجوازات والجمارك. انت عارفين في واحدة ساكنة في البحرين هي من ينبع، والله العظيم ساكنة يعني من ينبع، يعني يدون ترى يجون من الجنوب، لأنه طبعاً الجنوب ما عندهم مدارس كمان. نسيت أذكر هالشيء. بعض المدربين طول الوقت حاط السماعة بإذنه يلفلف بالسيارة وما يعلم البنت، وبعدين يكلم بالتليفون ولا كأنه في واحدة موجودة. كان يصارخ عليها، كان يقول لها أنا عندي سكر وحضرتك تنزلين سكري أكثر، وأنت ما تعرفين تسوقي مثل الناس. طيب هي مبتدئة، لو تعرف تسوق راحت لك. ونزلها من السيارة. وفي واحدة ثانية قام رمت دفتر عليها على وجهها. في بعضهم يتحرش ويعمل حالة ما يدري ويلمس رجلك، يلمس يدك، فكنا نغير. نعم شفت يعني بعض المدربين لما ياخذ المدربة، يعني مثلا لما تتكلم معاه في الشغلات يعني حق التدريب وكذا، ويحاول انه يعني يتقرب لها يعني بشكل يعني غير اخلاقي. ما حد يسوق الا للحاجة، ما حد يسوق إلا الحاجة. ورفقا بنا 50-60 سنة انتظرنا هالقرار، وآخر شيء بعدين يعني قفلتوا في وجهنا. حنا السعوديات اللي نبي نسوق، والله العظيم ما هو ناقص إلا ينهشون بلحومنا بس. بس أنت وين ما تروحين أنت جبتك مفتوحة، تدفع 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 تدفع. حالات من التعجب اليومي بين النساء عن كيف أصبح حصولهن على رخصة القيادة حلما صعب المنال. هالحين هذا أنتم ينطبق عليكم مع تعليم القيادة؟ إيش يقولون؟ جت البنت تفرح ما لقت مطرح، أنتم مثله صح ها؟ قاعدين دهر تنتظرون الرخصة وعي تجي الرخصة. طبعا الناس يمكن ما يدرون أن الآن عدد المدارس 4،
فيه مدرسة اللي جامعة نورة بالرياض، وفيه تبوك، وفيه شرق لتعليم القيادة بالدمام الشرقية كامل، ومدرسة جدة المتطورة للقيادة، أربع. صحيح. طبعا تعليم القيادة عند الرجال 65 مدرسة إلى اليوم، 65 معنى شكنا أن 65 الآن تشتغل وما في ما لها، خلصوا العالم. خلينا أول شيء أبدأ مع كريمة، أنت اختصار أول شيء قصتك قبل ما أدخل في التفاصيل. أول حاجة بدون تفاصيل، أنا سجلت في شرق إيه وأعطوني موعد بعد 5 شهور. 5 شهور إيه عقب 5 شهور قبل موعدي بيوم التغى الموعد. التغى فجأة، أنا ودفعة كبيرة حتى اللي دافعين فلوس وكل شيء إيه ألغوا. رحت لهم بنفسي سيستم نظام ما نظام، لين ما وصلوني للدعم الفني وما في، قالوا لي خلاص انتظري بعد الحج. والله حنا والجروب اللي معانا اي يعني يعني عقب ما الغوا الموعد كم تقعدين عشان ترجعين؟ شهرين اللي هو بعد الحج، يعني 7 شهور. مش مفروض ان انا ارجع، مفروض يطلع اسمي وانا الين اليوم اسمي ما طلع. ما جاء. وانت يا ريم المنيع، اول شيء امسي عليك اخوي ابو محمد وامسي على اخواتي والاخوان المشاهدين. اشكر ولاة امرنا صراحه بانهم سمحوا لنا بالقياده اللي كنا ننتظرها من سنين. الصعوبه في ذلك انا عندي بطاقه سابقه في اللي هو رخصه من امريكا تقريبا لي 13 سنه. رخصه امريكيه إيه؟ فقالوا لي لا لازم تدخلين في الموقع وتسجلين. منتهيه ولا سالي؟ يمكن لا منتهيه يمكن يومين او ثلاثه مو كثير. إيه؟ يعني فدخلت، قالوا لازم اجبروني اني ادخل الموقع. دخلت دخلت الموقع سجلت، بعد انا بعد اسبوعين كان مغلق في الاخير فتح. هو اللي هي استبدال المفروض. طبعا استبدال إيه؟ بس ما كان في موجود اللي هو استبدال رخصه الا عن طريق اللي ساريه. انا منتهيه قلت لهم فقالوا لازم تسجلين. طبعا ما لقيت، انا اضطريت اني اروح لهم فقالت لي لا انتظري. قلت انا ماني منتظر، انا نزلون الميدان. بس اذا صارت الرخصه الامريكيه والاماراتيه، لانهم رخصتين الاماراتيه صحيح. عندها مكان عندها سمعه اكيد صحيح، والامريكيه. بس اذا صارت ساريه المفعول على طول ما يحتاج تدريب ولا شيء صح؟ صحيح فعلا. فقلت لها بس نزلين الميدان شوفي قيادتي هل اكون كويسه ولا لا. فقالت لي لا 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 لازم تدفعين، تدخلين 6 ساعات. كم تدفعين؟ 600 ريال. 600 اي المبلغ كم اللي يدفعه اللي ما عنده رخصه؟ 2500 ريال. هذا غير سعر الرخصة طبعا اللي 400 ريال إيه؟ يعني تتكلم على وطبعا يسقطونكم وتدفعون زود، هذا هو يعني يصف الواحد له ب 3500 حوله صح؟ صحيح تقريبا. انت يا اماني وش موضوعك؟ انت مدربة كنت؟ انا كنت مدربة في مدرسة السعودية القيادة برياض. في البداية احنا بدينا ب20 يوم تدريب، كيف أهلونا كيف نكون مدربات، كيف تصيروا مدربات بالضبط. أنت معك رخصة منين؟ من أمريكا من 2014. بعدين بعد العيد وقعنا عقودنا على أساس أنه نبدأ التدريب. انصدمنا في يوم توقيع العقود بأشياء رهيبة. أول شيء الراتب مو بزي ما انقال لنا. قالوا 10 وصار 6 أو 5 6 ونص. الشيء الثاني تطبيق، ما في تطبيق لوزارة العمل. وزارة العمل تعطي لكل موظف ساعة بريك، احنا صح. ما عندنا بريك، احنا نمسك 4 طالبات كل طالبة ساعتين، نضطر ان احنا نتناقش مع كل طالبة انه اعطيني من ساعتينك 10 دقائق حقت صلاة حقت اكل حقت وما الى ذلك. يعني ما في حتى وقت صلاة؟ ما في. انا دوامي كان من 2 إلى 9 بالليل. حقت سفر. طيب لا الحين انا بسألك على يوم جو يدربونكم تصيرون مدربات، دربوكم صح؟ يعني سووكم اي دربونا المدرسه الاماراتيه للقياده. كان في 20 يوم وكان في ضغط. وصرتوا جاهزين تدربون بالضبط. كم عددكم؟ احنا كنا كم و20 بس صفينا بعد توقيع العقود 13 14 شخص. وانت يا بدور نفس الشيء؟ نفس الشيء. انت مدرب وين معك رخصه منين؟ من امريكا معي. من امريكا اوكي. بعدين استقلت. بيئة العمل أبدا ما تصلح، فيها إجحاف بحقنا، مو بس من ناحية الرواتب، من ناحية يعني سلامتنا، ما في بدل خطر، ما في تأمين طبي. يعني أنا مرة كنت مع أحد الطالبات اكتشفت أني المدربة الثالثة معاها. فما أنا المدربة الثالثة معاها، يعني مرت على مدربتين قبل. مدربتين إي. فلما سألتها ما رضت تجاوب طبعا،
فبعدين رحت تكلمت مع الإدارة، قاموا قالوا إن عندها خوف مرضي، فوبيا. فوبيا من السوادي. أي فوبيا. طيب هي ما هي مؤهلة إنها تتعلم، ما أقدر أعلمها شيء. قالوا هي دافعة، يعني يذلونك على كلمة هي دافعة. هذا ممكن تسوي بك مشكلة، صح؟ صح. أي ف أبداً يعني ما يصلح. يعني الموضوع شكله يعني طيب. الآن برجع لك ريما، أنت تقولين أنه فيه لما واحدة تسقط ترجع مرة ثانية، أنت جربتي هنا ولا بالبحرين؟ لا لا، أنا لما شفت الوضع أنه شرق خلاص، لأني أنا الآن لي كل هذا لي سنة الآن عشان شرقي يعني. لغيتي الفكرة؟ لغيت الفكرة إيه، لأنه ما طلع اسمي. حتى يوم حطوا نظام عقب الترشيح قال يعني الأقدمية ما طلع اسمي، بالعكس كنت أشوف من الأخطاء السيستم اللي عندهم أسماء عيال، كنت أضحك، فايز أحمد والله العظيم بالنظام حقهم بالموقع. إيه بالموقع، هذه حقة نورة. لا أنا من الشرقية. من الشرقية إيه، وكنت أمنشنهم على شرقية فكرة. اسمها شرق، شرق إيه، شرق جامعة الإمام محمد بن فيصل. إيه وكنت أمنشنهم أقول يعني وصلت فيكم يعني إنه تداخل الأسماء عيال، وأنا اسمي للأقدمية من زمان. 15 أنت قاعدة. إيه أو لا أكثر، هذا بعد، هذا بعد إيه، إيه بعد الشهرين الانتظار. إيه بعد بعد إيه خلاص. عقب رحت البحرين، طبعا كان في نظام البطاقة السكنية ألغوها الحمد لله. إيه ومن هنا بدأت المعاناة الحقيقية. طيب ورحتي للبحرين طلعتي شيء صار معك؟ دربت 22 ساعة. طبعا معاناة مواصلات، معاناة سواقين، تقومون الفجر، الفجر نقوم بعدين انا مداومه يعني انا 7 أيام كلها فل. ايه تروحين بالعطله؟ ايه الويك اند اروح اتدرب. ايه وساعات تحصل لي ايام اضطر اني اخذ مثلا زي المحاضره. نجحتي بالبحرين ولا لا؟ لا ما نجحت، سقطوني. رسبت لسبب يعني ظلم، واتوقع الان لو تشوفني بتعرفني هي. حسبي الله ونعم الوكيل، انا كنت قاعده اعدل الكرسي جرحت اصابعي. فقاعده تقول لي كنت انزف، قلت له اعطيني كلينكس. قطت علي تقول لي خلاص يلا هي الشرطيه الممتحنه. سمعه التعليم القياده بالبحرين مو بزين نبت هذا. انا لا لا لا، القياده ممتازه كتدريب، لانه احنا ندخل بشوارع بس صاروا البنات يقولون فيه تحرش، بس فيه هي رسوب. اي خلنا اكمل لك، مو انا قاعد انزف قدامها خلتني امشي. انا اختباري 8:30، رجعت 8:30، اقل من دقيقتين رجعتني على طول، وكميه الورقه اخطاء، كميه اخطاء. يعني انت مو بكويس التدريب البحري؟ التدريب كويس بس الاختبار فيه استغلال. استغلال؟ استغلال علشان يسقطوك عشان ياخذوا منك فلوس. اي طب فلوس طب لا وفلوس وغير كذا، ترى المواعيد طويله. يعني انا الان لو بحجز اختبار جديد اول حاجه اعطتني 8 ساعات، ما ادري على ايش. لو بحجز اختبار جديد بعد شهرين. يعني انتظر بعد بالبحرين. في البحرين وتدفعين زياده؟ ادفع زياده. نسبه ولا زي المبلغ الاول؟ لا 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 نفسه 160 ريال. 160 ريال ولا دينار؟ لا 160 ريال أكثر. ريال. أي إيه. طيب هذا الحين أنا بقول لكم على المأساة هذه اللي يعني أنا ما أدري، أنتم شاركوني يا بنات يعني. تعليم القيادة اختراع؟ لا والله مو باختراع. يعني هذا 4 مدارس صح. تدرون كم عدد النساء في المملكة حسب الإحصاءات العامة؟ أكثر من 10 ملايين، خذوا منهم 3 ملايين أطفال يعني ما يسوقون، أقل من 18 يبقى 7 ملايين. اللي واصلهم إلى الآن الرخصة حسب تصريحات مدير اللواء البسامي 40,000، يعني 40,000 من شعبان اللي راح، يعني ولا شيء صراحة. 40,000 من 7 مليون قليل. متى يسوقنا الحريم؟ يمكن في حريم الله يطول عمره ممكن تعجز وتصير معك تقدر تمشي ما وصلها الدور. صحيح هذا صدق. في ناس لهم سنة ما في ناس لهم سنة صاروا سنة ما جتهم أدوارهم في السكول. يعني 4 مدارس على 7 مليون فعلا يتسهلون، اللي عنده رخصه سابقه يتسهلون فيها. الان انا بسالك، الان انت يا اماني لمن الان انت عندك رخصه امريكيه؟ نعم. اشتغلتي مدربه؟ صحيح. طبعا ما جاز لك الوضع لانكم تقولون انه انا سمعت تعبيرات مي بزين، انه ماساوي، وانه والمحل يشيل 100 ويحطون فيه 400 يعني بهرجله. صح. الان قلتوا لهم اقترحتوا عليهم انه انت مدربه، تقولين اعطوني ترخيص ادرب بالشارع. قلتي سالتيهم؟ طلبنا شهاده. إيه؟ على الفتره اللي احنا تدربنا فيها اللي هي ال20 يوم. إيه؟ الحين ما قلنا لهم نبغى تصريح انه نشتغل برا او شيء زي كذا. إيه؟ قالوا والله احنا ما عندنا. طب كيف ندرب؟ على اي اساس؟ لو وقفتني الشرطه، لو اي شيء، بالذات في الجامعة أحيانا يقول لك والله في الليل إحنا ما نقدر نخليكم تطلعون تسوقون. ليه؟ في إيفنت. إيه؟
من هذه حقت الترفيه المناسبات الاحتفالات وكذا ما في. طيب انا بتوقفني شرطه وش اقول لهم؟ ما معي اي شيء يثبت الا رخصتي، يمكن يقول انتم الثنتين طالبات ماخذين السياره مضبوط وطالعين مضبوط. فتصير اشياء غريبه عجيبه. بس سالتوا انتم سالتوا بدور قلتوا لهم ممكن تخلونا ندرب؟ ايوه حتى عشان نضيفها بالسيره الذاتيه. اي فقالوا لا ما في اي لانه انا اتصور انه ممكن يكون حل انهم البنات اللي يتدربوا كمدربات صحيح. ولا يستوعبون يقول لي روحي دربي صحيح. او او دربي خارج دوام. انا دربت خارج الدوام بعد ما استقلت دربت تدريب خاص، وبعض اللي دربتهم كانوا طالباتي في الجامعه نفسها. ليه؟ لان قاعدين ندربهم في بيئه خاليه من الازدحام فاضي. يعني كيف ادرب وحده في دوار وفي الشارع في السعوديه هنا يقول لك البقاء للاقوى. اي صح. الاولويه اللي مهمه للقادم من اليسار، الاولويه للنشيد اللي يجي بالضبط. فاول شيء اعلم للطالبه اقول لها شغله واحده، اقول لها تبغين تسوقين في السعوديه قوي قلبك انتهى الموضوع. واخذ الطالبه خلاص اوكي خلصتي كلاساتك هنا عندها استعداد انها تدفع اوكي اخذها درسها برا. طبعا احنا كلمنا المرور ترانا قلنا للمرور تعال. على فكره انا ياما تواصلت مع المرور بدنا يطلعون معنا المرور يشوفونها الحين شيء يعني مسوي والله ادور لي مثل تعليم القياده هي المرور سويته مصيبه 40,000 من 7 مليون انا لله وانا اليه راجعوا. خلينا ناخذ فاصل ونرجع. حياكم الله. نتكلم اليوم عن مدارس تعليم القيادة للبنات. القرار بمنح الرخص صدر في شعبان الماضي، وفي يعني في شهر 6 ميلادي 2018، احنا الحين في شهر 2 يعني باقي شوي يصير له سنة صح؟ صح. ما أخذ للبنات رخص إلا 40,000، عندنا 7 مليون، 6 مليون، 5 عشان يعني ما يزعل أحد. 5 اولا حنا صبرنا على قضبنا اسواقه عن الحريم 70 سنة، يوم فتح الباب نبي نعطلهن وناخذ دراهم. المفروض اننا حنا كمجتمع وبلد نكفر عن ذنوبنا وما ناخذ فلوس، لان حنا حارمين البنات حق من حقوقهن 70 سنة. تاخذ دراهم بعد يعني؟ هذه وحده. الثانيه 4 مدارس، كيف ورك ما تفتح فرص للبنات اللي الآن كثير من البنات عندها رخصة إما من أمريكا إما من الإمارات إما من بريطانيا إما من، واختبرها وقل هذه رخصة لك بس حطي على سيارتك تعليم وتوكلي على الله، حتفتح فرص للبنات. أو تقلب مدارس العيال 65 إلى مدارس البنات. تدرون أن الجنوب أبها، خميس مشيط، الباحة، بلجرشي، نجران، جيزان ما فيها مدارس. يعني واحدة ساكنة بالباحة تبي تركب تروح للبحرين أو تروح لتبوك أو تجي للرياض، كيف الحال؟ مش معقول هذا الكلام صحيح. مش معقول. يعني أنت الآن ما بعد أخذت رخصة؟ لا ما ولا رجعت البحرين علشان سقطتي بالبحرين؟ إيه ما قلت علشان مستقعدين لك شكلهم. أنا انجرحت بس ما قلت لك قلت أنا لي إيه. فأنا الآن ما يعني عندي 8 ساعات صراحة مترددة. رجعت على فكرة من يومين أنا أرسلت لشرق إيميل شرحت لهم المشكلة وقلت لهم التاريخ متى سجلت وكل شيء بالتفصيل. قال أعطوني اسمك ورقم السجل كل شيء. مو بالمفروض اللي يروحون للمدرسة البحرينية، طبعا أنا أتكلم على مدير مرور البحرين والله ما أعرف اسمه يسمح لي، ترى أموركم مهيب زينة على البحرين والله أنكم غربين بنات، في عندكم قصص وسمعتوا الكلام اللي تحرش وغربيل وتسقطون بناتنا، يعني ما يصير.
راقبوا ربعكم ذولا حقين المدارس بالبحرين. طيب الآن لو أنت رحتي للبحرين ولا رحتي مثلا لجامعة نورة ودرستي وسقطتي الآن بتدفعين زيادة عشان تكملين، ما تقدرين تنقلين الدورة السابقة للمدرسة ثانية ولا ما في دفتر تكسبي يعني دفتر محولة ساعات الدفتر صح؟ تحول ممكن؟ أي أنا أسأل أي. مو أنا جايتك الآن بسالفة هاي شخصيا يعني صديقتي هي خلصت 30 ساعة طبعا هو بدفتر يكون مكتوب ورسبت معي بنفس الممتحنة راحت لشرق عندنا أيقونة في الشرق اللي هي مهارة، المهارة هذه ست ساعات يدربونك عليها طبعا مهارة بدون رخصة اسمها وعقب ست ساعات تأخذ الرخصة على طول. يوم دخلت في المهارة قالت لا كيف لازم نعطيك 30 ساعة من أول جديد ومحاضرة يعني هي عندها 30 ساعة يعني 60 ساعة بتاخذ بكالوريوس بالقيادة هذه يعني لا واضح أنهم يبون يطلعون فلوس حقين المدارس كل المدارس يبون حاطين السعر بروسهم. هذه جتنا ريما دفعت 2570 لا حنا حاطين بحسابنا أنها تدفع حول الثلاثة أنا دافع فوق 8000 توتل والله العظيم فوق 8000 ليش 8000 توصيل شريحة اتصال ليش حنا كل ما رحت المدرب ممكن يحصل لك أي طارئ زائد في نقطة كثير يعني أبغى 8000 والله العظيم فوق 8000 لما أنا لما أطلع من بيتي أطلع الساعة 5 أروح لنقطة بعيدة عن بيتي أوكي زوجي يوصلني في الرجعة طبعا النقطة هذه أروح مع جروب صح في الرجعة يرجعوني على نفس النقطة أضطر إني أطلب أوبر أو كريم كم يأخذ مني فوق 37 40 ريال عشان أرجع لبيتي عشان يعني أنا كل ما أنا ماشي أدفع عشان كذا فوق 8000 ريال أنا دافعة. طيب الآن فيه 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 كل المدربات بنات سعوديات لا في أجانب فيه نفس الدخل لا الأجنبيات 3500 أقلهم بس. طيب أنتم معترضين على التأمين وما في بدل خطر ما في بدل خطر وكنا نداوم 6 أيام في الأسبوع 6 أيام يا ماشي 6 أيام خلنا نمشيها بس يصير في استراحة بس ترى ما في تساوي ولا ساعة ولا دقيقة أنا أرجع البيت أتحمم أكل أنام أصحى أداوم فقط أعوذ بالله وأنت إيش تقولين كنت بقول إنه ما في تساوي يعني أحيانا في السيستم يقفلون النظام يعني واحدة ينزل لها 4 طالبات باليوم الثانية ينزل لها 5 طالبات باليوم ليش وين التساوي كلهم بالنهاية نفس الأيام نفس الراتب راح يستلمون فليش زيادة عدد الطالبات على ناس وناس بالضبط صح ترى نحن نحتريك يا لواء محمد البسامي ترى أنا نحتريك لأن الموضوع ما لازم تطلع وتعلم الناس وش الفيلم لأنه مو معقول 4 مدارس و40 ألف من 7 من 5 ملايين امرأة يبون سوق عايزين صحيح موضوع ما يوم أكليا يوم إن نتعلم السواقة يوم حنا صغار قبل 40 سنة مدري أكثر كانت المدارس في كل مكان صحيح فرحانين في هالقرار وثلاثة أربع مدارس وسقط لا تسقط وتأخذون دراهم والبنات اللي يدربن غرابيل يعني يبي له لفته ما يصير لازم تطلع تعلم الناس والسنة الأولى مفروض يخلونها للسعوديات والسنة الأولى يخلونها للسعوديات يوقفون شوي الأجانب يبدون يدربون بنات بلدهم أول وبعدين الأجانب يفتحون بعدها. الباب إن شاء الله يجيبون من أي من أقصى الأرض بس يفتحون مدارس بس. يقولون لأي شركة تدريب موجودة في لبنان موجودة في مصر موجودة في بريطانيا يقولون تعال أعتقد هم أو أنهم يدعمون البنات يعني المبادرات دي تدعم البنات تقول تعالوا حنا حنصلح لكم المكان ودربوا انتم يعني مفترض هذا المفترض صح يعني مو معقول في البدايه ابو محمد في مدرسه شرق كنت الاحظ في الخبر والدمام اللي يسوقون مين السيارات الفارهه سبورت مرسيدس يا بجل السيارات الفارهه هذه مره فيلم اذا صارت السياره لكسس والله ما شفت كامري في اي بي يدفع كم 9000 يدفع 9000 عشان يسوق سياره فخمه طيب السواق سواقه ويكون تدريب على لكسس مجهزه وتدفع 9000 ومثلا سجلت اليوم ممكن يبدا تدريبك بكره عشانك دافع 9000 اكيد هذا هو تخلص في طيب انا معي اللواء محمد البسامي مدير عام الاداره العامه للمرور مساك الله بالخير يا لواء محمد مساك الله بالنور طال عمرك وش الفيلم ذا حق الحريم اولا مساكم الله بالخير ومسا الخير على المتواجدين اللي معك في الاستوديو وكنت اتمنى انه يكون في تنسيق قبل البرنامج بوقت كافي حتى يتم التحضير جيدا لمداخله ثريه تفيد المستمع والمشاهد وتفيد الاخوات الموجوده عندك عندنا معلومات عن كل الناس شايفين احنا قلنا 4 مدارس و40 ألف من 5 مليون اسمح لي محمد اسمح لي ما دام طرف المداخلة أعطيك معلومات مهمة جدا حاضر أولا احنا عندنا الآن
14 مدرسة في 5 وليس 4 الآن أنشأت وتحت التدريب. والقصيم حيفتح إن شاء الله خلال 3 أسابيع القادمة. حايل تم الافتتاح، نجران في الطريق، الطائف هي اليوم الخميس حيكون لنا لقاء أيضا في الطائف، وبجدة لفتح مدرسة أخرى. مدرسة جامعة الأميرة نورة تعادل أكثر من 30 مدرسة من مدارس الرجال الحالية بالأشكال اللي فيها. فيها 750 مدربة وفيها أكثر من 400 سيارة. 14 طيب اصبر بس اللي هو محمد، أنت تقول فيها 14 مدرسة، وين؟ بالطريق ما بعد جن. طال عمرك الآن تم الافتتاح الآن في حايل القصيم بعد 3 أسابيع. يعني القصيم بالكثافة السكانية اللي فيه ما في إلى الآن ما بعد فتح فيه، الجنوب فتح ولا لا؟ اسمع لي طال عمرك، الجنوب الآن في مشكلة في الأرض اللي بيننا وبين المستثمر وانتهت إشكاليتها، وسمير المنطقة متابع الموضوع هذا بالكامل والحمد لله انتهت، مكة أيضا انتهت. الآن على مستوى العالم ترى 20% من أعداد مدار الحاصلين على الرخص بالنسبة للنساء ما عدا أمريكا 37 في بعض الولايات. طيب تدري أنت كم اللي البنات اللي مقدمات النسبة اللي قدم على الرخصة كم؟ نعم. القوائم عندنا في جامعة نورة، اسمح لي، في جامعة نورة الآن عندنا 160 ألف طلب، تم إرسال 91 ألف رسالة لهم. الآن احنا وصلنا إلى أكثر من حوالي 68 ألف رخصة. لا أنا ما أنا بتكلم، اصبر علي، احنا تقدموا 24% من عدد النساء اللي لازم يسوقن. اسمح لي خلنا نكمل لك. ورطانين أنتم 24 لو 60. لا اسمح لي طال عمرك، أنا أتكلم الآن على موضوع آخر. ايه اسمح لي احنا نتكلم على جودة. ألمانيا تأخذ 4 شهور وتأخذ الحد الأدنى 1200 يورو إلى 2000 يورو، والبحرين بجنبك عندك هنا نص اللي أو مو بنص، عندنا عدد ما بقول نسبة من اللي رجعوا من البحرين لازم يمرون على 22 عندنا ميدان في المملكة لاستبدال الرخص الأجنبية. الكثير منهم رسبوا لم يجتازوا حتى رخص أمريكية عندنا الآن، لما نعيد النظر فيهم وتأكد من تحققها لم يجتازوا. إحنا نتكلم عن معايير وجودة للسلامة المرورية، إذا كان نبغى نحتاج الآن نرفع من مستوى السلامة في الشارع فيجب أن يكون خط الدفاع الأول هو المدرسة، ولا نتنازل بأي شكل من الأشكال. لا ما قلت تنازل، وبس أقول ما هي صعبة أنك تصلح مدارس بسرعة. الجنوب ما فيه القصيم. اسمح لي ضحيك. المقام السامي أعطى مدارس للرجال سنتين للتصحيح، لأن وضعها لا يمكن المجازفة أن ندرب النساء فيها. إحنا عندنا نماذج، أنا أفاخر الآن كمدير المرور بأن النماذج الموجودة عندنا تضاهي الممارسات العالمية. بل جامعة نورة قبل أسبوعين أو ثلاثة كانت أحد الزوار فيها من السويد أعتقد أو من هولندا يزورها وشاف التجربة اللي عندنا. أنا كنت في أرامكو شركة لنا في الدمام، حتكون شركة لنا في الأحساء. أحد سؤالي للمدربات اللي في أرامكو الكندية والبريطانية اللي موجودة الآن قالت لو رجعت كندا لطورت مدارس كندا على مماثلة لهذه. تخيل في حايل الشريك لنا سويسري. طيب احنا نتكلم الان على معايير دوليه، ما نتكلم الان على مدارس اكسباير كانت موجوده في مدارس الرجال. ماشي، لكن الان انت مع انك 40,000 لك حوالي 10 شهور ما دربت ال 40,000؟ لا احنا اسمع لي طال عمرك احنا دربنا الى الان قطعنا الان 70,000 او 68,000 تحديدا رخصه حتى الان. 68 من 5 مليون؟ لا لا مو بصحيح، من يقول 5 مليون مو بصحيح، انا اقول لك 20% الان على مستوى العالم، الدراسات تقول الكلام هذا، 20% على مستوى العالم من اعداد الحاصلين على الرخصه للرجال ما عدا امريكا 37 في بعض الولايات. طيب ولذلك الان اسمح لي احنا عندنا 750 الف رخصه من الرجال في السنه، نصهم اجانب، 250 سعودي، اذا كان 20% معناته 50,000 معناته قفلنا. هذه منشات صغيره اللي بنحافظ على راس مالها حتنتهي خلال سنه، دافعين الناس ملايين، واحنا ما نقول شيء. بعض موضوع الكورس وهذه الاخوات اللي عندك مغلوطات انت تتمنى انك خليت الراي الاخر اللي هم اللي دخلوا المدارس وتخرجوا ونفاخر بهم الان انهم الان يقودون بافضل المستويات الان. ادخل على الويب للمدارس تشوف الان الافتخار بمستوى التعليم. الموضوع الاخت اللي عندك اللي كانت موجوده في المدرسه فيه الان كل مواصفات اداره العمل وفي تامين في المستشفى الجامعي. أنا أتكلم عن الإجراءات، أنا معاك إن الإجراءات حقاتكم المستوى ممتاز وعظيم وعالمي ماشي، لكن أنا أتكلم على السرعة. اثنين أتكلم على القروش.
ليش 3000؟ اسمعني في انا قلت لك في المانيا توصل الى 10000 ريال. المانيا ما منعت الحريم يسوق له 70 سنه يا حبيبي. انت مانع الحريم 60 سنه يسوق له، تاخذ منهم دراهم؟ لو سمعت اسمح لي. المفروض انك تعتذر لهم، تقول يا هلا وسهلا وحنا اسفين. السعر اقر بناء على دراسه ماليه الان، بناء على دراسه ماليه اخذت بنش مارك على مستوى العالم واخذت الحد الادنى عندنا. احنا الان نقول بناتنا يروحوا البحرين، حنفتح ان شاء الله مدارس في الحسا، حنفتح مدرسه ثانيه في الشرقيه، حنفتح الان ان شاء الله في جده مدرسه ثانيه، حنفتح في كل مناطق المملكه خلال الاشهر القادمه. ولذلك احنا نقول من اراد ارادنا ان نحافظ على اهم ملف عندنا. اهم ملف عندنا والتمريه، فيجب ان نقاوم الجوده. ما يخالف، بس ترى لو محمد ترى فيه واسطه وترى فيه تغرض للبنات عشان تسقط عشان تدفع زهود. هذا مو بصحيح الكلام هذا. ولا اسمح لي. لا سمو سيد وزير الداخليه، شريك تسمع البنات يا محمد؟ اسمح لي. لا اسمح لي. سمو سيد وزير الداخليه غير اللائحه و30 ساعه تغيرت اللائحه كمان حتى تنجح، ما في عاده كامله. ممكن تسمع البنات اول؟ تفضل. انا وانا داخله الان لمبنى التلفزيون، صديقاتي اللي ما زالوا على راس العمل قاعدين يقولوا لي لا تنسين تقولين ان احنا لحد الان احنا ما عندنا بريك، لا تنسين تقولين لهم ان احنا قاعدين في مبنى يستحمل 100 شخص واحنا فوق ال 400 شخص، وتوك تفضلت الله يحييك قلت لهم 700 مدربه في محل يستوعب 100. معليش احنا كنا في مكان كاننا في زريبه. صحيح الكلام هذا اللي قد تكون الان المدرسه بجامعه نور الان تعادل 20 مدرسه، لكن كون ما في ساعة بريك هذه تصير، كون ما في تجهيزات ممتازة جدا. انت كلامك سليم، كل معايير وزارة العمل حتطبق، كل معايير راح تطبق، المهم نحافظ على الجودة. الله لا يتكلنا الا على وجه وزارة العمل. تأمين ما في. اصبر اللي هو محمد، هاي تقول لك المحل يستوعب 100 في 700، انت تقول هي قالت 400. الشيء الثاني ما فيه بريك، ما فيه تأمين، ما فيه تأمين. هذه راس البكشة جامعة نور السيدة عجل الباقيات والشيء. لا مو بصحيح، الكلام هذا، أنا مو بصحيح الكلام. كنت أتمنى أنك تخذيت الآن الرأي الطرف الثاني. هذا قاعد نسمع رأيك، أنا مناديك. اسمح لي، احنا جهة تشريعية، أنا مجتمع المدارس. كنت أتمنى أنك أنت خذيت المدارس، خذيت اللي تخرجوا شوف رايهم، وخذيت المباحثات اللي الان نحتاج فيهم. احنا شفنا كل الناس والله اننا شايفين. حتى ترى ما تدور مشروع دوله الان، احنا بس هم مواطنين بعد، اذا مشروع دوله هذول مواطنين. اصبر لا انت مانن عليهم اليوم محمد، معليش. لا 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 ايه؟ انا ما ترى ما حد منه هنا لا طلع واحد قال هذا ما لا 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 وسوسه الداخليه. طيب اسمع البنت الثانيه، اسمع ريما وش تقول لك. هذا البنات قاعدين في اللواء. اوكي كلامك على عيني وعراسي، بس ما في تطبيق للواقع. في جوده وشفت انا المدرسه وكل شيء اوكي، بس ما في اي استغلال. السيستم يعني فجاه يقول لي راح اسمي وانا دافع فلوس، طيب ليش وانتظر كمان سنه؟ ليش يعني هذا مو استغلال على فكره؟ يعني انت بس اكتب في سيرش تويتر ايام ما الغوا المواعيد، اكتب الغاء مواعيد مدرسه شرق وشوف الكوارث اللي حتطلع لك، كميه مشاكل. ورحت بنفسي يا عزيزتي، احنا المعلومات واضحه والمدرسه مفتوحه وسمو سيدي وين مفتوحه؟ اذا انا اروح لهم هم ما يستقبلوني ترى، صاروا حتى السلامه فيها ويفاخر بوجودها. يبدو ان في معلومات مغلوطه عندكم الان، محتاج يعني حتى اللي غلطانين يا محمد يعني ودول البنات، وحنا مسويين فحص وانتم كويسين. يا ابو محمد سير يا ابو لو محمد الله يرضى عليك، هاي قاعد اسمع رايك. الحين الناس يروحون للبحرين طرب، هم يحبون ودهم يروحون للبحرين. لا خذ رايك، لو لاقين عند اهلهم شيء قعدوا والله ما يروحون. ها والله لو ان البنيات لاقيات ما في واسطه ولا في تقصد ولا في محلات المهيب زينة، والله تضرب تقطع الجسر وتروح للبحرين. وترى على فكرة محلات البحرين مدارسهم لك عليا، ما هي بزينة مدارس البحرين. أنا قلت لك قبل شوي أنه هناك أيضا ليس البحرين فقط، هناك أيضا رخص من دول أخرى لم تجتاز عندنا باستبدال الرخص، لأن الجودة ارتفعت تماما والمعايير اختلفت تماما، وما كان يطبق في مدارس تعليم الرجال يجب أن يكون جزء. احنا مسوين تقرير شايفه أنت أول الحلقة، وحتى تجي من الشمال من التبوك تروح للبحرين. تروح البحرين تبوك بجنبها، تروح جاية من تبوك تروح بجنبها، ما لقت في تبوك لو هي لاقية ما رجعت، ما لقت في تبوك يا عزيزي. تبوك الان بالعكس يرحبون فيها ويتمنون يجيهم الان. طيب والحل الحين متى توعد الناس؟ الحل اهل الجنوب متى تنفتح مدارسهم؟
الباحه بالجرس ان شاء الله حتسمع ان شاء الله كل شهر من الان افتتاح مدرسه عندنا بالقصيم في حي الافتتاحات عندنا بالقصيم ان شاء الله خلال ثلاثة اسابيع القادمه بحي يتوج الافتتاح سمو امير المنطقه. كم تستوعب بالقصيم؟ كم تستوعب؟ اسمح لي، كم تستوعب بالقصيم؟ كم تستوعب حقه القصيم؟ استاذها يا طول العمر كل مدرسه الان مدارس تعليم النساء يعادل مدارس مجموعه مدارس تعليم الرجال. ترى بالمناسبه مدارس تعليم الرجال الغالبيه بعد ما يطبق عليهم الامر المقام السامي لابد بالكامل يندمجون يا كلها تذوب، ما يمكن يقاوم الا الجوده. طيب ورا ما تعطون البنات اللي اختبرتوهم اللي درستوهم ودربتوهم البنات تعطونهم رخص تقولين دربي انت عشان تخفف الازمه؟ هذا في لائحه المرور وتحت الاجراء وان شاء الله اذا اقر حيكون من ضمن السلسله اللي عندنا هو وجود مكاتب تدريب اولي، حيكون ان شاء الله في المستقبل. احنا ما عندنا اي شيء يثبت ان احنا الان تدربنا في يوم من الايام في جامعه نوره، على فكره ما اقدر اضيف هذا الشيء للسي في حقي. حيكون اسمحي لي حيكون في حوكمه لكل المدارس، حيكون في مركز اعتماد، وحيكون في ان شاء الله معهد اعداد المدربات، هذا كله في المستقبل. طيب. انا ارجوكم رجاء على اساس مشروع ريادي؟ ماشي ترى سواقه يا لواء محمد، ريادي وهو سواقه ترى سواقه بس لا والله بنخترع منه ابدا طال عمرك. انا بقول لك احصائيات الان، احصائيات اذا سمحت لي وحده يسوق 142. طيب هذا اللي تاخذ لكسس اللي يسوق لكسس يدفع 9000 وياخذ الرخصه بيومين، وين في ذا؟ هذا بنوره في جامعه نوره وانلغت الان، الغيتوه قريب. لا ولم يبدا اصلا نهائيا، لا ابدا، هذا كان احد البرامج الا البرنامج كان موجود، كان البرنامج موجود وسبب الغاء هذا الفي اي بي كانت في تجاوزات. المهم قبل ولم يقبل يا لو محمد لو تكرمت علي قبل ما تطلع ذا ودعك، وش تبي تقول للبنات اللي تدربن ويشتكن ولا هم راضيات؟ أنا أقول للجانب الآخر اللي تدربوا واللي الآن يقودون بمهارة عالية مضبوط إن احنا نفتخر فيهم، وللأخوات اللي ما وصلوا من الدور أقول حصلوا من الدور الآن، للمقصد ليس الحصول على الرخصة هو وصول المهارة والسلامة في الشارع، وأنا أقول إنه القادم إن شاء الله حيكون أحلى. طيب والسلامة حتنعكس على الشارع. اسمع مني بس كلمة قبل ما تروح، اسمع مني كلمة قبل ما تروح. شوف يا لواء محمد، أنا الآن لما الناس وهم يسوقون بالشوارع ما يلقى حرمة السوق إلا بتفك، معناته ما أحد ما أخذ رخص، مستحيل. يقولون لك شفت حرمة سوق؟ قال والله ما شفت. لك ثلاثة أشهر شفت؟ قال والله ما شفت. اسمعني أنت الآن الدول المجاورة في الخليج شوف الإحصائية اللي في دبي الآن الأخيرة، 20% من أعداد رخص الرجال النساء فقط، لا توقف كل النساء بيسوقون، هذا معيار عالمي مش عندنا فقط. أمريكا فقط عندها 37 في بعض الولايات والبقية رجال. ولذلك احنا الان نقول يا اخوان اسمح لي يا سمعت نقول الان انا ارجوكم انه الهدف هو جوده الاجراءات وجوده ومخرجات المدارس الجيده، فلنحافظ عليها نحافظ على سلامتنا. طيب وليس القصد الحصول على الرخصه. نبي نحافظ ان شاء الله، بس ترانا احنا مصرين انه في واسطه وفي تقصد والغالي هالبروش. المدارس الحريم 70 سنه ما يسوقون وبعدين تاخذون منها فلوس. المدارس مفتوحه واحنا وياكم عليهم ايضا اذا في هناك اي تجاوزات. خلاص شكرا لك على خروجك معنا. شكرا الله يحفظك، شكرا جزيلا. هذا يقولون المرور كله تمام، اهم شيء كله كويس الحمد لله المستقبل. وانتم في تراكم مفتريين. خلنا نطلع باص. حياكم الله. نتكلم اليوم على مشاكل
مدارس القيادة، طبعا احنا قلنا أربع وهم نظنها صارا أكثر، الحائل زادت ويقولون يبي يصير 14، يعني قربت يعني تكثر المدارس، لكن لا زال هناك عتب كثير وملاحظات كثيرة، على الرغم من التطمينات اللي قدمها اللواء محمد البسامي مدير عام الإدارة العامة للمرور للبنات اللي يبغون يتعلمون القيادة. احنا انضمت لنا الأخت رنا أحمد، مرحبا يا رنا. يا هلا بك. أنت يا رنا وش درستي في المملكة ولا وين؟ لا والله قدمت على الرخصة تقريبا في شهر 9، يعني بعد الافتتاح يمكن 3 شهور 4 شهور. أي. ولحد يومك هذا ما في رد. ما على أي مدرسة قدمت؟ مدرسة شرق في الشرقية، من الشرقية أنا. شرق. أيوه. بسبتمبر شهر 9. أيوه. ميلادي. ميلاد. إيه. ولحد يومك هذا لحد أمس أنا داخلة أشيك ما طلع اسمي. طبعًا إيش نظامهم بالترشيح؟ طيب على أي أساس الترشيح؟ يعطونا حاجة واضحة على الأقل إنه نفهم يعني. إيه. ما في أي رد، ما في أي مسج، ما في، بس حدث بياناتك، حدث بياناتك، حدث بياناتك. لازم تحدث بياناتك. الفترة الأخيرة صايرين يرسلون مسجات حدث بياناتك. ليش تحدث بياناتك؟ أنت عطيت عبيت الـ 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 النموذج وسويت يعني إرسال وخلاص. أيوة بس ما أعرف. يطلع لك رقم المفروض صح؟ يطلع لي رقم يرسلون. لا ما يطلع رقم إنه يعني خلاص تم قبولك مبدئيا يعني. إيه. انتظر اسمك لما يطلع. طبعا ترسلون مسج او شيء على الترشيح؟ ما في اسماء، ما يرسلون اسماء، بس دفعات تطلع. انت دخلي شيكي في النت طلع اسمك كملي الرسوم. طبعا ما في اي رجلك ما تخطي المدرسه الا لما تدفعين. انا انتم شايفين كامل. انه الـ 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 الموقع ضعيف طريقته جدا. اقول النظام، النظام وسيستم اسماء أصلاً. عيال معانا يوم لا الترشيح بس غير إيه؟ يعني الحقول إيه؟ طريقه التعبئه كيف؟ لا الحقول طريقة التعبئة أوكي كويسة. بس أنا أقول لك كنظاما نظام مو إيه؟ شايفين في نظام من الأساس يعني أصلا ما توصلك مسج بالتفاصيل. طيب أنتوا ترشحون أسماء على أساس ترشحون الأسماء؟ أعطونا خبر. إيه صحيح. حنا معانا رجوة أحمد من الدمام، مرحبا رجوة. هلا مثلا. يا هلا هلا. أنت وش مشكلتك يا رجوة؟ رجاوي. رجاوي. المهم أنا مشكلتي ما عندي مشكلة بالتقديم على مدرسة شرق ولا القبول يعني ولا أي حاجة، بس إن لو منهم مسويين بداية يعني بداية الموضوع كنظام زي البحرين، يعني تجين تقدمين ترى موعدك بعد شهرين كذا نظاميا. أنا حين قدمت في البحرين تدريبك ترى تقدمين بعد شهرين. إيه فهمت عليك. زين أوكي هذا نظام الحين. رحت حضرت الحصه الاولى اوكي وسلمي مدربك. طيب. ولا مدربتك. شكرا لك يا رجاوي. يعني. شكرا لك ليلى، مرحبا يا ليلى. ليلى معاي؟ ليلى مصطفى تفضل يا مصطفى. مصطفى انت زوجتك ولا بنتك؟ أنا عندي زوجتي وبناتي وأنا جاي حامل هموم آلاف من البنات يا أستاذ داود. إيه. يعقل يجي الوافد هندي ما يعرف يسوق حتى تاتا في أسبوعين يحصل رخصة، بينما زوجتي مهيئة كل شيء متوفر لها الآن 7 شهور تنتظر. بنتي وغيره كثير، عندي مأساة كثيرة. النظام السيستم حقهم جدا بطيء، ترشيح على غير آلية مستقيمة. الأسى والحزن في روحة البحرين من تكاليف توصل لـ 9000 ريال. فرحنا ولكن الصدمة صارت أعظم. الآن صارت الصدمة أعظم، 70-50 سنة ننتظر وفي النهاية لازلنا ننتظر. للأسف أخ داود الآن نشأ سوق سودا للتدريب، وصل سعر الساعة 150 ريال وعلى ضعف من الجودة، وهذا يشكل خطر على الأرواح. ولكن وش اللي حادهني يسوون كذا؟ يلجون البنات. ما في أحد يدربهم. صح أنا معك. شكرا لك يا مصطفى. شكرا. خالدة تفضل يا خالدة. السلام عليكم. بس معي ألو. هلا تفضلي. بس ممكن أكلم الأخ داود في البريك؟ معك معك. أنت أنت على الهواء. أنت على الهواء يا خالدة تفضلي. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله يحييك. الله يحييك أكثر. هلا والله سهلة فيك في الضيوف. تفضلي. الله يسلمك. بس تعقيبا على ما يخص الـ VIP أو برنامج الفاست تراك. إيه.
سبق وذكر اللواء البسامي عن موضوع أنه غير صحيح وغير موجود. هذا فعلا هو فتح لمدة يومين فقط وللتصحيح الإدارة العامة للمرور وقفت البرنامج، مع العلم أن البرنامج كان مطلوب من قبل العميلات. يعني بعض العميلات يأتون بطلب سيارات معينة للتدريب عليها. واضح 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 يا خالد، وضح هذا اللواء. ايه انت انت نعم. دانا انت ولا مين؟ دانا معك. دانا دانا نعم. انت مدربه صح؟ لا لا انا اداريه وليست مدربه. اداريه في جامعه نوره. نعم صحيح. ايه الاشكاليه انك تقولين انه ما في سيارات فخمه. لا الموضوع طال عمرك انه احنا كمدرسه نقدم جميع الخدمات للعميلات او المتدربات. تقدر تقول لك انا والله ما اريد ان اني اكون اتدرب على سياره معينه اتطلع الى سياره ثانيه. اصبري اصبري يا دانا اصبري، اماني ردي عليها. قبل ما استقيل جت الشركة وحطت سيارات لكزس صح ولا أنا غلطانة؟ بعد ما استقلت قالوا لي صديقاتي اللي ما زالوا على رأس العمل عندكم إلى الآن أنه صار في اختيار عشوائي بين المدربات لتدريب الفي آي بي، وصار في نقاش عليها وش سالفة الفي آي بي. تدفعين 9,000 ريال يكون الموعد حقك قريب وتخلص تدريباتك خلال أسبوع، صح الكلام هذا ولا لا؟ أبدا ما كان الموضوع في يومين، ابدا ما كان الموضوع في يومين. واعرف ناس خلصوا الدوره كامله. التسجيل كان لمده يومين فقط للتوضيح، كان افتتح يومين، بعد يومين اتى الامر من الاداره العامه لايقاف البرنامج. طب هل تنكرين ان في يوم من الايام الموقع حق المدرسه في تويتر انه نزل تغريده بموضوع الفي اي بي هذا؟ انا انت وقت معي، شكرا لك يا دانا فشرحتي وجهه نظرك، واشكر الاخوات هنا معي بالاستديو. موضوع قيادة المرأة للسيارة، التدريب المرأة على القيادة بالسيارة لك عليه، صلحوا شوي. يعني سمعنا كلام بس يعني الناس ما تشتكي من عبث بمان الله.